السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد القادر فتح الله. أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر Grade 12. إن شاء الله بإذن الله هستعرض معاكم النهاردة خطة ليلة الاختبار. بإذن الله تعالى هيكون يوم عظيم، بإذن الله هناخد مع بعض كل حاجة، ودايما أنا بحب أستعرض معاكم الخطة من أولها. إن شاء الله خطتنا هتبدأ من الساعة الثالثة عصرا. هنبدأ أول فقرة مع السات بوك questions، هناخد أهم أسئلة السات بوك يا شباب المقررة والمتوقعة، وتقريبا 25 سؤال سات بوك مهم جدا إن شاء الله بإذن الله يجي منهم أسئلة الاختبار. يعقبها بإذن الله تعالى هيكون معانا translation texts وأهم فقرات الترجمة مع الخلاصة في الترجمة. دي الفقرة الثانية يا شباب، هتكون بعد السات بوك questions على طول، ويعقبها إن شاء الله الفقرة الثالثة معانا مع فقرة situations اللي هي المواقف واللانجوج فانكشنز. ان شاء الله هجهز لكم مجموعه من المواقف المحترمه جدا اللي باذن الله يجي منها اسئله المواقف في الاختبار. طيب بعد كده شباب هننطلق مع بعض في رحله مهمه جدا، وهي رحله الجرامر والخلاصه في القواعد، وان شاء الله هناخد مع بعض اهم القواعد المتوقعه في الاختبار، اهم الانماط اللي ممكن تيجي في الاختبار. ان شاء الله هيكون موعدنا مع بث مباشر، ودي هتكون اولى فقراتنا في البث المباشر الساعه 6:30 مساء باذن الله تعالى بتوقيت الكويت بإذن الله تعالى. طيب بعد كده شباب نخلص إن شاء الله مع بعض أسئلة الجرامر، وإن شاء الله تكون فقرة مهمة جدا ناخد فيها كل الحاجات المطلوبة في الجرامر مع شرح مبسط إن شاء الله سريع علشان الناس اللي يعني بيهمها شرح القواعد وكده. إن شاء الله يعقبها بقى شباب فقرة رئيسية مهمة جدا، وهي فقرة حل الاختبارات التجريبية اللي هي إن شاء الله هتكون جزء أول وجزء ثاني. هناخد مع بعض الأول مجموعة من الاختبارات، احنا طبعا مجهزين 5 اختبارات تجريبية ان شاء الله هنحلهم مع بعض كلك، بس هنحاول ان احنا نقسمهم على نصين علشان ما ينفعش ان نحل 5 اختبارات مرة واحدة، هيكون حاجة كبيرة وهتاخد معنا وقت كبير، وانا مش عاوز اطول مدة البثوث اكتر من ساعة ساعة ونص بالكتير مع البث الواحد بالنسبة لحل الاختبارات التجريبية. هيكون معنا جزء اول وجزء ثاني ان شاء الله مع بعض، بنتفق على الهوا كده واحنا على اليوتيوب لايف، ان شاء الله نحدد مع بعض الفقرة التانية من الجزء التاني والاختبارات التجريبية سوا شباب. زي ما انتم شايفين كده مراجعة قوية جدا، هيعقبها بقى اخر فقرة معنا هتكون على الانستجرام يا شباب، وهيكون مع حل 3 نماذج اختبارات، حل 3 مواضيع تعبير متوقع ان شاء الله في الاختبار هنحلهم مع بعض، اختبار او موضوع موضوع هنحلهم كلك ان شاء الله بإذن الله تعالى على الانستجرام، على قناتنا برضو انجليزي على الانستجرام يا شباب. فمهم جدا انكم تكونوا موجودين معنا على كل منصاتنا وخاصة على التليجرام، لان طبعا انتوا عارفين ان احنا بنكتب الاجابات دايما بيكون اجاباتنا كلها وتعليقاتكم على التليجرام. بعد كده اما اقول لكم يلا بينا على الانستجرام، هنروح مع بعض على الانستجرام وناخد التعبير المتوقع. يعقوبها بقى ان شاء الله فقرة توقعات من بعد لما نخلص موضوع التعبير، هيبقى الفقرة دي ممتدة معنا باذن الله حتى الفجر، ان شاء الله مش هسيبكم غير الفجر باذن الله تعالى علشان ارد على كل اسئلتكم بشكل يعني متوالي من خلال البثوث على الانستجرام ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يطلع الاختبار من كل اللي احنا هندرسه باذن الله تعالى. طبعا اتمنى لكم كل التوفيق ونجاح يا شباب، وباذن الله تكون ليله جميله جدا تستفادوا منها جدا. That's it. Thanks for watching. Bye for now.